بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة أبو جميل الأواسم في شرح جديد. اليوم سوف نتطرق إلى أسرع متصفح على يعمل على نظام التشغيل 64، ألا وهو ووتر فوكس. ووتر فوكس هذا هو عبارة عن متصفح ونقيض فايرفوكس منتج من شركة موزيلا، وهو فقط مخصص لنظام تشغيل 64. ولمن لا يعرف نظام تشغيل 64، فهو النظام الذي يقوم بسحب الرامات من 4 جيجا فما فوق. أما نظام التشغيل 32 فيقوم بسحب 3 جيجا فاصل 39 أو فاصل 40 حسب، لا أدري يعني ما هي القيمة العددية تماما، ولكن هكذا يسحب. الآن سوف أقوم بتحميل المتصفح. كما ترون أنا مثبته مسبقا. طبعا هذه هي واجهته، كما تلاحظون إنها مثل واجهة فايرفوكس، لا اختلاف كبير، ولكن الفرق في السرعة. نقوم بتحميله. طبعا أنا محمله مسبقا، لا أحتاج. طبعا حجم ال طبعا الرابط تجدون أسفل الفيديو، وحجم الملف حوالي 70 ميجا، 71 ميجا. نبدأ على بركة الله ونبدأ بتثبيت البرنامج. ننتظر إلى أن يحمل. ونضغط على نيكست ستاندرد او كوستوم. ستاندرد ما تقياسي او كوستوماتها اختياري. نضغط على ستاندرد ثم نقوم بالضغط على الانستول. تأتيك هنا عند ابجريد لانه ثبت مسبقا. نضغط على ابجريد. استغل وقت الانتظار بكثرة الاستغفار. سوف اوقف. لا. قد انتهى. نضغط على فينيش ونضغط على لانش ونلاحظ كيف سيقوم البرنامج بالتشغيل. كما تلاحظون هذه هي واجهة البرنامج، واجهة المتصفح، واجهة جميلة جدا. كما أن الأدونز أو الإضافات الخاصة بفايرفوكس يمكن أن تركب عليه، مثل أد بلوكر بلس وأشياء أخرى كثيرة تجدونها في مقهى موزيلا. وهذا هو كل شيء لهذا اليوم. أرجو أن يكون شرحي قد أعجبكم. لايك سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.